تاريخ جمعية الشابات المسيحية في فلسطين مرتبط ارتباط وثيق يعني مع تاريخ القضية الفلسطينية. يعني قبل 48 كانت نشاطاته ثقافية وقيادية، تدريب على القيادة، بس مع 48 صار مرحلة جديدة، صار التركيز على اللاجئين، ومخيم مع عقبه جبر استوعب أكبر عدد من اللاجئين. بال 48 وقفنا وبعدها كملوا وعادوا نموها للواي دبليو بال 1950 بعمان وكملوا على القدس. بعد 67 هاي كانت مرحلة جديدة كمان، صار العمل يتطلب شيء جديد. لما صار الانفساخ بين الأردن وفلسطين فكرنا في نسميها فلسطين، بس أخذت فترة. يعني بال 91 قدمنا طلب للجمعية العالمية واعتبروا وجودنا مستمر لأنه ما سكرناش بوابنا. رحنا قدمنا طلب ورحنا على ستافنجر الاجتماع العالمي، وهناك قبلونا كجمعية مستقلة. إلها طريق المضبوط، إشي يعني كتير حلو الواحد لما بيفكر فيها. الجمعية قديش تاريخها عريق وقديش ختمت وقديش يعني إلها أثر بهذا المجتمع، بالأخص في ظروف يعني سياسية من هالنوع، وفي الحواجز والإغلاقات والجدار وناس بتقدرش توصل، صار دورنا إنه إحنا نوصلها. جمعية الشابات المسيحية هي مكتسبة سمعة طيبة، يمكن هي كجمعية نسوية يمكن عرفت كجمعية تنمية مجتمعية. التدريب المهني اللي كان موجود اتطور على مر السنين من خياطة وصوف وتريكو وتنسيق زهور إلى كمبيوتر إلى تصفيف شعر إلى مدورات مختلفة في اللغات. في كل هذا التمكين الاقتصادي ساعد على اكتساب ثقة الناس برضو في الجمعية. مشروع الخيرات أريحة أجت فكرته أنه في حاجة لخلق فرص عمل أكثر للنساء. كانت الانتفاضة وصارت الأحوال الاقتصادية صعبة بعد إغلاق أريحة، إغلاق تام وضرب القطاع الصناعي، ضرب القطاع السياحي، ما فيش زراعة. المرأة لما تكون مستقلة اقتصادياً تبدأ تدخل سوق العمل، الحقوق الثانية الاجتماعية والحقوق المدنية تبدأ المرأة تطالب فيها من ذات نفسها. شفت الجمعية هون فاتحة المشروع فقدمت، أخذوني على الخبرات اللي معي، أنا مش دارسة. بلشت بمشروع خيرات أريحة أنا من بداياته، بعد ما كنت أشتغل سابق في مشروع سابق بسبب الانتفاضة سكر، فأجت مشروع خيرات أريحة نجدة لإلي ولعدة موظفات كمان دخلوا للمشروع. بالبداية كان عندي هيك تخوف وإني متحفظة وأبصر إيش وأخاف وأصير إذا حدا حكى معي مش يعني بقوة أبكي، كنت أبكي، بس بعدين الحمد لله لا، يعني هلأ أنا عندي القدرة الكاملة أدير نفسي وأدير كمان أكثر من حدا. كلنا يعني مش بس أنا، كل الموظفات اللي هون بحبوا يعطوا يعلموا ونعطي خبراتنا للناس، للبنات الصبايا المجتمع هيك شوي ضايقهم اللي عرصهم شوي. حلو في أجواء المشروع إنه زي أجواء عائلية، الكل بشعر إنه جمعية الشابات المسيحية وبيته الثاني كلنا هنا كعائلة واحدة، عشان هيك الأكل يمكن بيطلع أطيب. خلاص؟ جميع البرامج اللي بتشتغل عليها جمعية الشابات المسيحية في أريحة بتهدف حتى إنها تمكن النساء اقتصادياً. طبعاً إحنا بنستهدف سكان الأغوار بشكل عام وتحديداً فئة النساء والشباب. اشتغلنا في مشاريع على الحد من المخاطر، واشتغلنا كمان على كيفية إنه الناس يبادروا ويعملوا مبادرات حتى يحدوا من المخاطر اللي بيواجهوها. جميع هاي البرامج صارت مكملة لبعض بطريقة حتى إنه نخدم فعلاً النساء بطريقة فعلية، يعني ما بدنا إحنا نعطي تدريبات ونخرج من المجتمع بدون ما نحقق إشي ملموس معهم، بدنا نكمل معهم لآخر المشوار.
محافظة من أحسن الرياض في المحافظة حسب تصنيف التربية والتعليم، من أعلى ثلاث رياض بالنسبة للبيئة والوسائل، النظافة، الوسع، توفر الألعاب. كثير بنبسط لما باجي على بحسهم ماخذين راحتهم، برحبوا فينا، بضحكوا الأولاد، حتى الأمهات لما بيجوا بكونوا مبسوطين، نعمل لقاءات للأمهات. المعلمات كمان قديرات، صلهم فترة كل مرة بندربهم بتطور تدريبهم. احنا هون مش روضة تعليمية فقط، بأهلية تربية، التربية أهم، والنظافة عندنا والاحترام للنظام أهم من التعليم. حتى في البيت الأم تجي تشكيلي إنه في عنده مشكلة معينة للولد، أنا وياها بنحدد المشكلة والسبب وإيش بنقدر كيف نعالجها. أحلى ذكريات كانت هون، هناك في موجود جراري، هون كانت إلي كاسة مفضلة يعني للمي. بحب أستعيد الذكريات الحلوة اللي هون، خاصة المعلمات كتير بحبهم بحبوني، فبحب إنه أجي كل مرة هيك أتذكر إنه أساعد المعلمات، أتطوع في إنه أساعدهم بالتصليح وفيك أشياء. كثير أشخاص اللي تخرجوا من روضة عقبت جبر هلأ بيتبوأوا مناصب كثير عالية، كل ما بنشوفهم بقولولنا إحنا خريجين الروضة، فهذا بشعرنا بالفخر إنه الروضة قدرت تخرج ناس تدعم ثقتهم بنفسهم. موجودين بجمعية الشابات المسيحية بالقدس في منطقة الشيخ جراح. برامجنا تتمثل في أربع مناطق عمل، هي محور التمكين الاقتصادي، وهو يتمثل يعني عبر مركز التدريب المهني، توعية المرأة بحقوقها، القيادة الشابة، وإضافة لهذا في عنا المحور الرابع اللي هو برنامج التعلم المعرفي للأطفال. إحنا الشباب نشتغل معهم بقالب مبتكر حتى ما يملوا، حتى نتنوا جذبينهم على طول ويتموا يجوا لعنا. احنا بنستقبل معهم الانيميشن، بيعبروا عن افكارهم من خلال الانيميشن، كمان من خلال الدراما، من خلال الرقص، دبكه حديثه. الواي عماله بتعج بالحياه سواء من الاطفال ومن الشباب ومن الشابات. هلا مفهوم التدريب المهني تطور عبر سنين، من تخصص بيستقبل كان في السابق الناس اللي رسبت في المؤسسات الأكاديمية لمفهوم يؤدي إلى توظيف بالمستقبل. هذا تخصص إدارة المكاتب اللي الطالبات تعلموا فيه كل المهارات اللي مفروض الموظفة تتقنها لما بدها تشتغل في مكتب. هلأ بنشوف تخصص ثاني اللي هو تخصص الوسائط المتعددة، بقدروا يصمموا تصاميم في التصميم الجرافيكي، بقدروا يصوروا تصوير ثابت ومتحرك ومونتاج. احنا بنعرف قديش الطلاب بخافوا من اللغة الإنجليزية، فبالتالي احنا عم نحاول ندربها بطريقة باستخدام الألعاب، بكونوا الطالبات أتقنوا اللغة عن طريق اللعب، وهي شغلة بضلوا متذكرينها طول حياتهم، كتير أفضل من الطريقة التقليدية اللي بدرسوها بالمدارس. المحور اللي احنا بنشتغل ضمنه مش تعليم فقط، تمكين اقتصادي، بمعنى انه احنا الهدف اللي بدنا نشتغل من اجله امرأة او لاحقا شاب قوي متمكن في وظيفة. جمعوا كل الاشياء اللي هي بتفيدنا بالمستقبل ودمجوها مع بعض واعطونا اياها. يزيدوا من دورك كامرأة او كفتاة في المجتمع بالزبط. وهذا له دور كبير على شخصيتك ونفسيتك وبغير منك كثير يعني. بتضل هالفكرة النمطية في مجتمعنا للنساء انهم لازم يكون ستات بيت وشهادتها بس للمطبخ. احنا بنشتغل كثير على توعيتهم في حقوقهم، حقها في التعليم وحقها في التوظيف. الشباب حاسين في ضياع في هويتهم الوطنية. هن نفسهم في حالة بائسة، حاسين إنه فيش مستقبل يعني زاهر اللي يتحمسوا له. فهون بيجي يمكن دور الجمعية إنه إحنا نقوي هذه الهوية الوطنية من خلال الثقافة، لأنه كمان الاحتلال هو احتلال حول هذه القضايا، احتلال ثقافي. الشعور بعدم الإنصاف وعدم العدالة ما بين الشعوب بسبب الجنسية إشي محبط، إشي بفرجي قديش إحنا واقعنا مريض. إحنا عايشين بحياة مقيدة وغير حرة، ولكن خلي أفكارنا تطير، خلي أفكارنا تسبق كل الحواجز الموجودة، كل القيود الموجودة. هذا اللي بنحاول إحنا نعمله في جمعية الشابات المسيحية في القدس.
بالنسبة لنا إحنا يعني نعتبر إنه هذا أهم دور اليوم لازم تلعبه الجمعية، إنه تدفش النساء لمراكز القرار، لمراكز أخذ القرار، والمراكز اللي بتقدر تأثر فيها المرأة. قرار 1325 بيرجع بأكد على إنه نشتغل مع النساء على أكثر من مستوى، واللي خلينا نقول إنه هو على مستوى مجتمعي، واللي هو نزيح الاضطهاد اللي عم بيصير على النساء مجتمعيا، وكمان إنه قديش منقدر نشتغل ونحط الاحتلال تحت المراقبة والمساءلة دائما، إنه إحنا نساء عايشين ضمن هاي المناطق المحتلة واللي إحنا منطالب فيها بحقوقنا. كون الجمعية العالمية أخذت أو تبنت قضية العدل والسلام وهي فلسطين بالذات، هاي أعطت الجمعيات صاروا كلهم عارفين عنها، فمن هالمنطلق هذا اللي ما كانش عارف عرف هناك، فكان لنا وجود واضح وقضيتنا دائما إلها وجود. احنا هون كصبايا وشابات فلسطينيات كثير بنحتاج هذا الدعم الدولي، الدعم الحشد العالمي، فبمجرد انه احنا جزء من حركة عالمية بتضم ما يقارب 25 مليون عضوة، فهذا إشي كتير رائع ودائما بيعطيك دفعة للأمان. النضال يعني بيكونش نضال بس على مستوى واحد، أهم إشي النضال إنه يكون على مستوى عالمي، لأنه النساء بكل العالم بكل المراحل عم تتعرض لعنف. حضور المؤتمرات برا بالخارج الواحد بيجيب أفكار كتير، يعني لما بنطلع زي ما بيقولوا بطل الواحد بس يفكر بالصندوق، إذا بتبدأ تفكر خارج الصندوق هذا بتصير عقلك بتفتح وبتصير تشوفي شو بيصير حوالينا. تخرجت من جمعية الشابات المسيحية بال 2013 وهلأ أنا عم بشتغل معاهم يعني بنفس الجمعية. الطلاب بكون عندهم يعني بتخرجوا من هون عندهم مهارات كتير، طبعا مهارات حياتية ومهارات علمية. أنا مزبوط هون تعلمت درست فيها بس وتدربت، يعني هم يبعتونا فترة شهر إحنا ندرب في شركات، طبعا هم بوزعونا على هاي الشركات. كل واحد فيكم عنده مهارة معينة ممكن إنه إحنا نطورها، كل واحد عنده فيكم حلم ممكن هذا الحلم يتطور ويصير إشي أكبر من اللي هو هلأ عايشه بالواقع تبعه. أنا بحب المصبوط أحكي على مشروع جديد للجمعية. إحنا هذا المشروع سميناه Fabric of Our Lives، نسيج حياتنا أو نسيج ذاكرتنا. الذاكرة الفلسطينية مهمة جدا. هذا المشروع له هدف لترويج حقوق المرأة السياسية، وهي حقها كلاجئة إنه تعبر عن وضعها كلاجئة وتحكي قصتها، إنه العالم كمان يعترف في حقوق اللاجئين وحقوق العودة، وهذا كتير مهم. ويمكن كمان الجانب اللي كتير كتير مهم بهذا المشروع إنه هذا مشروع لتقوية المرأة اقتصاديا. المشروع هنا عم بيحكي عن 4 قرى مهجرة اللي هي غزة ويافا وبيت جبرين ودير ياسين. هذا التوب بيت جبرين هون يعني كامل التوب مع لوقا مع المنديل تبعها، دير ياسين ولفتة تقريبا نفس الاشي بلبسوا. هلأ هون بيجي عنا توب يافا، توب يافا أغلبه بميزوا السرو، هون عنا توب غزة، بيجي توب بسيط تطريز على الصدر والجديل اللي هي عبارة عن الزنار وبتحط عليه منديل أبيض. هذا تطريز أوكي بيمثل قرية، هذه القرية اللي تركتها هذه الست بسنة 48. أنا هاجر مسلم علي زرارة من الدوائمة وأصلي وساكن في الجلزون لاجية، ما إلي إلي بلدي، أنا بنسى هاي خالتي نساش بلد الواحد، يعني شعوري خالتي كل وقت الواحد بيجي عباله أرضه وبلاده دائما بنتخرب. وراء كل مرأة قصة، كيف تركت، كيف تهجرت، وإيش يعني إنه أنا أعيش بهجرة، وإيش يعني أنا أعيش كلاجئة. هذه المرأة بتقول لو في سلام حياتي كلها بتختلف، لو في سلام أولادي كلها عيشتهم بتختلف،
وأنا بدي كل المجتمع الدولي يساندني في عملية السلام. اليوم جيلنا ما عاش السلام، بس هذه النساء تطلب السلام للأجيال القادمة. أنا بشعر أني أنا كتير ممنونة لجمعية شبات المسيحية، لأنه العطاء متبادل، يعني فتحت لنا أفاق، فتحت لنا مجالات، تعرفنا على أساليب عمل، تعرفنا على ناس كتير. عم تشتغل على كل الإنسان، الجوانب الإنسانية، تطلعات للمستقبل، معرفة العالم، الإلمام بالفن والموسيقى والأدب، كتير مهم نشتغل على هذه الإنسانة اللي تقدر تدبر حالها لما تطلع للحياة. نؤمن إنه المرأة لها دور مساوي مع الرجل، ويجب أن نخلق ونساهم في خلق قيادات نسوية عشان هذا المجتمع كمان يعني بالأخير يتطور كمجتمع ديمقراطي متحرر من كل القيود. يعني هذا هدفنا، فلسطينية في الأخير.